العلاقات الاقتصادية، وربما فهمت منك أن هذه العلاقات ستساعد كثيرا في درء الخلافات وفي تنحية الخلافات إذا وجدت. يعني كلمتنا حضرتك عن الميناء، ميناء أشكيت قسطل، أيضا هناك ربما سيقترب افتتاح ميناء أرقين، ما المنتظر من هذا الميناء؟ هو مكمل للميناء الأول، لأنه طريقين بريين بين السودان ومصر، طريق شرق النيل وطريق غرب النيل. لكن الميزة الرئيسية في معبر الأرقين بين السودان ومصر أن هذا الطريق لا توجد فيه أي عوائق نهرية. الطريق الأول فيه عوائق نهرية، لكن هذا طريق مباشر من أم درمان إلى أسوان. وأعتقد أن افتتاح هذا المعبر سيساعد في بناء المنطقة الحدودية الحرة، وسيزيد من كمية التبادل التجاري بين البلدين، وسيسهل انسياب البضائع، وسيسهل حركة المواطنين بين السودان ومصر. لذلك نحن نعول كثيرا على هذا المعبر، وتمت التوجيهات الرئاسية للعاملين فيه بضرورة أن يفتتح في مارس من 2015. تمام.